واحنا بنتابع تشامبيونز ليج فرق كبيره جدا راحت يعني حيث لا ندري ولا نحتسب ومش قادره ترجع مره ثانيه، وفرق جديده ظهرت على الساحه وبقت بتنافس وبقت بتحقق القاب وبقت موجوده في المشهد. هل القصه مرتبطه؟ هنتكلم طبعا على ماتشات امبارح وهنتكلم على ماتشات النهارده، لكن هل القصه بقت النهارده مرتبطه بالاستثمار الرياضي؟ هل الفرق اللي نجحت تجاربها الاستثماريه وتجاربها الاقتصاديه في انها تحطها على منصات التتويج قابله كمان للتطبيق عندنا في مصر؟ خلينا قبل ما ندخل في الموضوع وقبل ما نتكلم على تشامبيونز ليج نرحب بضيوفنا اللي بيشرفونا في السادسه المتالقين دائما، فاروق عصام وخالد عامر. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. مساء الفل، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله الحمد كويس لله. فاروق ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ مبسوط دايما ان انا ببقى معاك يا فاروق، ربنا يخليك. طيب سؤال كبير قوي وسؤال صعب قوي، بس خلينا نقول الاول فاروق، من وجهه نظرك خريطه الكره في اوروبا، بما انه اوروبا هي رول موديل، هي المثل الاعلى اللي احنا دايما حاطين علينا عليه ونحاول نشوف الناس دي بتعمل ايه عشان نقلدها، هل شايف انه فكره الاستثمار في صناعه ورياضه كره القدم غيرت من خريطة الكرة في أوروبا؟ أكيد طبعا، أكيد. إحنا لو دلوقتي بصينا على النادي المستحوذ على البطولات في الكرة الإنجليزية هو نادي مانشستر سيتي. نادي مانشستر سيتي لو رجعنا 15 سنة لورا هو كان نادي متوسط في إنجلترا. برضو في بداية الألفية النادي اللي كان بدأ يظهر على الخريطة هو نادي تشيلسي. نادي تشيلسي في التسعينات والثمانينات هو كان نادي متوسط في إنجلترا، هو كان نادي الطبقة الثرية اللي موجودة في لندن أو في غرب لندن، ونادي مرفه جدا غير مطالب بالبطولات، وكان نادي وسط. برايد أوف لندن بالظبط كده. فحاليا دلوقتي لكن بطولات ما فيش بالظبط، كان معاه لو حتى بصينا على مانشستر سيتي كان معاه 2 دوري، تشيلسي كان معاه دوري واحد بس قبل حقبة رومان إبراموفيتش وقبل الحقبة الإماراتية في مانشستر سيتي. ابتدى يجيبوا بقى فيالي وجافرانكو زولا وبدايه الصرف وبدايه الانفاق، حتى رانييري ومدربين بدا التعاقد مع مدربين كبار جدا في اوروبا. على الجانب الاخر الدوري الفرنسي نادي زي باريس سان جيرمان قبل الاستثمار القطري كان معاه 2 دوري فرنسي، حاليا معاه 10 دوري فرنسي، وهو واحد من اكبر الانديه في اوروبا مش بس في فرنسا. وده ناتج عن الاستثمار القطري وضخ الاموال. دي مقارنه سريعه بما انك كنت بتتكلم على مانشستر سيتي، بنتكلم طبعا على قبل وبعد، اللي على اليمين ده قبل الاستثمار، اللي على الشمال ده بعد الاستثمار. 2 دوري بس فقط، لكن حاليا بص استحواذ واضح لمانشستر سيتي على البطولات وهيمنه نتيجه الاستثمار وضخ الاموال بشكل ال 10 سنين اللي فاتوا مانشستر سيتي هو بطل الاول في اخر 5 سنين هو واخد 4 دوري. ليفربول يا دوبك عافر وقدر ياخد خطف كده دوري لكن غير كده فهو الهيمنه. على الرغم ان ليفربول برضو تجربه استثمار خالد، يعني ليفربول كان بعيد عن منصات التتويج بقاله سنين طويله، هو فريق كبير وواحد من اكثر الفرق اللي واخده بطوله دوري ابطال اوروبا، لكنه بعد عن المشهد يمكن مع تجربه يورجن كلوب وتجربه ريد بيرد الشركه اللي استثمرت في ليفربول. اعتقد برضو فكره ضخ الاستثمارات في نادي ليفربول ساهمت بشكل او باخر انه يرجع خد تشامبيونز ليج، خد بريمير ليج، بقى موجود على الساحه ومرشح دايما. انا ما اعتقدش انه ليفربول هو نفس الكيس بتاعه مانشستر سيتي، عشان احنا لما نقارن الاثنين ببعض ولما نقارن الكرايتيريا اللي اشتغلت بيها الادارتين مش هنلاقيهم على نفس اون ذا سيم بيج، مش يعني في نفس الليفل، بس تحت نفس العنوان ممكن، تحت نفس العنوان اللي هو بس لا ولا حتى تحت نفس. طب خليني اقول بالارقام. تمام حلو الكلام، خليني اقول بالارقام. ليفربول احنا لو اتكلمنا عن ليفربول هنتكلم ان هو نادي عريق جدا، خد بطولات كتير، جه عمل دروب شويه وبعدين رجع تاني باربع او خمس صفقات بفلوس كتير، ولكن في الباقي كله كان قائم على فكره المشروع اللي كنا بنتكلم عنها المره اللي فاتت. مانشستر سيتي مش كده اطلاقا، مانشستر سيتي تم الاستحواذ. مختلف معاك في اربع او خمس اسماء دي. يعني بتكلم من 2016 لحد دلوقتي، الفلوس اللي اتدفعت هتلاقي الدفع في فان دايك، هتلاقي الدفع في محمد صلاح، في اليسون بيكر، في روبرتو فيرمينو، في 10 اسماء في خلال 10 اسماء ماشي تعالي. خليه ماشيها 10 اسماء. 10 في نابي كيتا في تياجو الكانتارا، نابي كيتا في تياجو الكانتارا، يعني تمام تمام تمام، ما عنديش مشكله في ده، بس هي برضو بتتكلم على في حقبه 8 سنين او في فتره 8 سنين 10 اسماء اتصرف فيهم فلوس كتير قوي، غير انه نادي مانشستر سيتي تم الاستحواذ عليه سنه 2008 مقابل 210 مليون، استحوذ على 90% فقط وبعدين اضاف فلوس اضافيه عشان يستحوذ على ال 10% المتبقين. طيب ما تيجي في عجاله كده نتكلم على ان الموسم الاول بعد الاستحواذ انفق 77 مليون، الموسم الاخير قبل الاستحواذ انفق 77 مليون يورو. الموسم الاول بعد الاستحواذ الدبل 157
157 مليون يورو، وبدأنا نشوف أسامي زي مثلا نايجل ديونج، زي روبينيو من ريال مدريد، زي كريك بيلامي اللي كان ساعتها نجم طبعًا. كبير، شون رايت فيليبس، واين بريدج، فينسنت كومباني. طب الموسم اللي بعده على طول نتكلم على 147 مليون، جاب فيهم كارلوس تيفيز، أدي بايور، لاسكوت، جارث باري، كولوتوري، باتريك فييرا. دي كلها كانت التحضيرات أول سيزن 2010-2011 اللي حصل فيه على لقب الدوري، أو ده كان اللي بعد كده على طول هيحصل فيه على لقب الدوري. جاب، تخيل احنا كنا بنتكلم على ليفربول، جاب 10 صفقات في 8 سنين في عجالة جدا. 10-11 جاب جيكو، يايا توري، بالوتالي، ديفيد سيلفا، كولاروف، ميلنر، جيرومي بواتينج. الموسم اللي بعده على طول تحسب ميلنر نجم علينا ساعتها كان نجم. لا 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 ساعتها كان نجم، ديفيد سيلفا ساعتها كان نجم. ماشي. 11-12 السيزون اللي خدوا فيه الدوري بعد اربع سنين من الاستحواذ. طب وصلت النقطه انا مش قادر اكمل ميركاتو. لا لا انا مش هكمل كله، انا بتكلم على اول بطوله. هو اجويرو انا بتكلم على اول بطوله حصدوها بعد الاستحواذ، كان بعد اربع سنين. موسم 11-12 انفقوا فيه 91 مليون يورو، كانوا اجويرو، سمير النصري، جايل كليتشي، اوين هارجريفز. ده ليه؟ لان احنا هم وصلوا هنا اربع صفقات بس جابوا لنا الدوري، بس ده عشان كان عندنا اربع سنوات سابقه بنصرف 147 و157. فاهم قصدي؟ فلا ما اقدرش احط مانشستر يعني سيتي مع ليفربول. هاجي لك في مقارنه، هاجي لك في مقارنه اصعب شويه، بس هروح لفاروق الاول. طب ما انا اقدر اقيس على نفس الكلام اللي بيتكلم عليه قدره على الاستثمار وقدره على الانفاق، فبرضه هفضل في مانشستر، بس المره دي اروح لليونايتد. هم صرفوا يعني فلوس مفلتله، صرفوا كتير جدا، واستخدموا على مستوى الاجهزه الفنيه، على مستوى اللاعبين اعلى نجوم في العالم، ورغم كده ما قدروش ان هم يوصلوا مثلا لتتويجات او يحققوا لقب تشامبيونز ليج او يحققوا لقب بريمير ليج، رغم برضو انها تنطبق على نفس المعايير انجاز التعبير. فايه الفرق هنا، وازاي بنفصل، او ازاي نقدر نحدد اذا كانت تجربه ناجحه او لانها في النهايه مش مرتبطه بالقدرات الماليه فقط. هسمع اجابتك بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. قبل الفاصل كنت بكلم مع فاروق وسالتك سؤال، فاكره؟ نسينا. طيب يعني خليني بس الحقيقه، يمكن واحنا بنتكلم على الكره الفرنسيه انت كان ليك مقارنه لطيفه جدا برضو في نفس الفاصل ده، كنت بتقارن بين الوضع بين بياجي وبين سانت اتيان قبل دخول الاستثمار وبعد دخول الاستثمار، واحنا يمكن هنشوف كمان ونستعرض ارقام بياجي في الفوارق واضحه ومش محتاجه اي تبرير او اي توضيح، لان باريس سان جيرمان هيمنته حاليا على الكره الاوروبيه والكره الفرنسيه. ظهرت مؤخرا او من 2012 بدايه الاستحواذ القطري، كان قبلها باريس سان جيرمان معاه 2 دوري فرنسي 86 و94، مقابل الزعيم نادي سانت تيان في فرنسا كان معاه 10 دوري ومتربع على القمه بفرق كبير جدا عن اقرب الملاحقين حاليا. سانت تيان في الدرجه الثانيه، هبوط سانت تيان بسبب عدم الاستثمار في فريق كبير في فرنسا، لكن هو مش فريق العاصمه، الاستثمار القطري راح لكنه فريق بطل، فريق بطل، لكن هو الاستثمار في عاصمه زي باريس، واحده من افضل العواصم او اكبر العواصم في اوروبا، كان مهم جدا بالنسبه للصندوق الاستثمار القطري، وهو اللي حقق الانجازات دي كلها. شايفين من 2 دوري ل 10 دوري، وحاليا باريس سان جيرمان متساوي مع سانت تيان على قمه الانديه المتوجه في بالالقاب الدوري في فرنسا، فواضح جدا. لا وطموح البي اس جي النهارده ما بقاش الدوري الفرنسي، طموحه هو الثاني، دوري ابطال، اتاهل دوري ابطال اوروبا. يعني فكره انه فريق بقى بيدور على دوري ابطال اوروبا، وفريق بقى بيدور على انه يرجع بس دوري الليج ان. وبرده حاليا في ده مش تغير في الخريطه يا روكا، لا ده انهيار للخريطه. وبعدين مش بس الدوريات الكبرى، هو دلوقتي حاليا الاستثمار ما بقاش بس في الانديه الكبرى، هو حاليا النادي المالك ممكن يستثمر في نادي في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، ومعاه مجموعه انديه حوالين العالم. موجود حاليا اكتر من منظومه ناجحه جدا على مستوى العالم، منها منظومه مانشستر سيتي وسالزبورغ ومنظومه ريد بول سالزبورغ. موجود لو سالزبورغ، لو رجينا لو الارقام سالزبورغ هو محقق 13 دوري بعد الاستثمار، بعد الاستثمار، وليهم نادي في امريكا برضه، في امريكا وفي المانيا. لايبزيج، وفي نادي في المانيا. احنا احمد قال لايبزيج، فانا بقوله لسه بالظبط. ومانشستر سيتي ومجموعه صندوق الاستثمار الاماراتي سبعه انديه، وحتى كان في انديه في مصر ان هو ممكن يستحوذ على نادي بيراميدز، ودي فكره يعني موجوده لو تشجع الاستثمار في مصر، هيبقى فيها فكره لو استحوذ عليها الصندوق المالك لمانشستر سيتي ونادي نيويورك وانديه كبيره حول العالم. فالاستثمار عموما مش غير بس الخريطه في اوروبا، لا هو غير الخريطه في العالم كله، لان صحيح. في استثمارات في الدوري البرازيلي، في استثمارات في الدوري الارجنتيني صاعده وبقوه، ممكن تاثر على انديه جماهيريه كبيره في الدوريات. هديكوا التركيه بتاعت احنا محتاجين ايه عشان نشد استثمارات زي دي، او الدوري عندنا والانديه المصريه ممكن تبقى محتاجه ايه عشان تشد استثمارات من النوع ده. بس خلينا نروح لخالد، انه
ممكن ده يتفهم على اساس انه النهارده بقى النجاح وتحقيق البطولات والالقاب والارقام بقى مرتبط بفكره وجود استثمار، وده مش حقيقي لانه من وجهه نظري يعني، لانه في تجارب كمان الضخ فيها استثمارات وما قدرتش تنجح بشكل كبير جدا. باريس سان جيرمان نفسه نجح في الدوري الفرنسي، بس مع نجاحه في الدوري الفرنسي في فرقه زي ليل زي ما كان لسه رؤى بيقول، نجح في الحصول على الدوري الفرنسي مرتين في 10 سنين من باريس سان جيرمان. ليل نفسه بقى مطمع لكل الانديه اللي موجوده بالفيجن والرؤيه بتاعتهم والتطوير وكل الحاجات اللي انت كنت بتقولها، فبدا يبيع كتير، فبدا يستثمر الفلوس دي مش عن طريق ضخ 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 ولكن عن طريق فيجن. فبيبيع ايكوني وبيبيع مايك ماينان وبيبيع ريناتو سانشيز، بيبيع عدد من نجومه وبيطلع غيرهم وهكذا. الفلوس في الكوره مش كل حاجه. طب ما باريس سان جيرمان مع الجلاكتيكوس ده كله فشل في تحقيق دوري ابطال اوروبا، واعتقد ان هو هيظل يفشل في تحقيق دوري ابطال اوروبا السنه دي كمان لحد انا متهيألي. بص هو جزء منه توقع، بس في حاجات كتير اتغيرت مش قصه جالتيه، يبدو انه كمان الـ الـ الاسماء بقت يعني بقت اكثر تواضعا، اكثر تواضعا واكثر رغبه في تحقيق شيء. يعني خد بالك ميسي مش رايح يلعب عشان الفلوس، ونيمار مش ممكن يفضل يلعب وكل سنه بيخسر تشامبيونز ليج وما يحققش اللقب، ومبابي خلاص اتعشت بالنسبه له وتمام، فيهمه انه يحقق لقب. فيعني ميسي ما اعتقدش ان هو همه دلوقتي مع باريس سان جيرمان بنسبه كبيره، لانه حتى في انترفيو شخصي معاه وقالوا له مشاركتك ولعبك والدقايق بتاع، قال لك انا مش شاغلني خالص كل الكلام ده، بالعكس انا عايز اريح اكتر فتره ممكنه عشان ابقى جاهز لكاس العالم. هو مش شغله خالص باريس سان جيرمان، ومش شغله خالص حتى دوري الابطال، ده توقع شخصي مش معلومه مؤكده، مش شغله حتى دوري الابطال، هو خد دوري الابطال كتير مع برشلونه وخد بالون دور كتير. الفكره عنده انا عايز كاس عالم. امبابي بقى نجم فوق العاده، فما بقاش شغله بقى لا برفورمنس ولا بتاع، هو عايز الكاشات الموني. هات لي الموني يا باشا انا تمام. نيمار اللي اعتقد الوحيد اللي ممكن، وده اللي قال عليه جالتيه في تصريحاته، انه نيمار هو رمانه الميزان بتاع الفرقه، بقى بيعمل ادوار دفاعيه مميزه وبيعمل ادوار هجوميه مميزه. فنيمار هو اللي ممكن اتفق معاك في فكره انه كده. طيب تاكيدا برضو لنقطه ان الاداره اهم من الاستثمار، او هي بتكمل الاستثمار. باريس سان جيرمان ورغم النجاحات المحليه هو اقل ليوناردو المدير الرياضي البرازيلي، عين مين مكانه؟ لويس كامبوس، ده مدير رياضي برتغالي كان سبق ليه العمل مع مورينيو وشغال دلوقتي مستشار في نادي باريس سان جيرمان، لان هم كانوا غير راضيين عن عمل ليوناردو، رغم الانفاق ورغم ان هم زي ما بيقولوا وفروا له لبن العصفور، واي لاعب هو عايزه على مستوى العالم هيجيبوه له. نفس الكلام حاليا في انديه زي تشيلسي ومانشستر يونايتد، لما لقوا ان الاستثمار موجود فلوس بس مش موجود نجاحات رياضيه، فيعملوا ايه؟ يجيبوا اداره ناجحه. والله بص انا 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 في حلقه يعني هنحضرها ان شاء الله مع بعض مرتبطه بالتايتل ده، تايتل المدير الرياضي، ده مهم جدا، اهم تايتل. طبعا المهام الادوات الجوب ديسكريبشن او التوصيف الوظيفي، الدور اللي بيقوم بيه، والتجارب اللي ناجحه، لانه كمان حتى الجزئيه دي واضح ان فيها احتراف. يعني بنشوف لعيب زي نادفيد في اليوفي، بنشوف ليوناردو برازيلي في ومن بعده برتغالي، يعني بقت قصتها يمكن على نفس الدرجة من الأهمية زي بالظبط فكرة المدير الفني. ولما نعمل الحلقة دي أوعدك أجيب لك، أنا كنت عامل مقابلة مع واحد من أنجح المديرين الرياضيين في أوروبا، هو مونشي مدير الرياضي النادي إشبيلية، ومعايا تفاصيل هو بيشتغل إزاي في النادي وطلع اللعيبة الكبيرة إزاي. نعمل حلقة.